الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإذ نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا البار لأجل الأثمة. ربنا يسوع المسيح جسد لينا بطريقة عملية معنى المحبة غير المشروطة. والمحبة غير المشروطة إن أنا ما بحبش علشان لكن بحب بالرغم من، ما بحبش علشان لكن بحب بالرغم من. وقال لنا كده: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، وإن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. ولو أنتوا اديتوا للناس اللي أنتوا منتظرين تاخدوا منهم أي فضل لكم. المحبة غير المشروطة هي المحبة التي تعطي ولا تنتظر، المحبة التي تبذل ولا تنتظر شيء، ولا تنتظر العوض أو المقابل أو إنها يتردلنا الحاجة بمثلها أو بأكتر منها. المحبة غير المشروطة هي المحبة الإلهية اللي انسكبت في قلبي وقلبك بعمل الروح القدس. المحبة غير المشروطة هي المحبة اللي احنا كلنا محتاجينها، أنا أول واحد وولادي وشريك حياتي وكل إنسان. للأسف محبة هذا العالم محبة مشروطة، اللي يحبني أحبه، اللي يجاملني أجامله، اللي يكلمني حلو أكلمه حلو، واللي يكلمني وحش، واللي ما يجاملنيش، واللي ما بيسألش عليا ماليش دعوة. ده محبة أهل العالم. لكن إحنا كأولاد الله ربنا علمنا المحبة غير المشروطة: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. المحبة غير المشروطة هي المحبة الإلهية، والمحبة الإلهية مصدرها الله نفسه لأن الله محبة. يلا نصلي كل يوم ونقول يا رب املأ قلوبنا من محبتك، املأ رب قلوبنا من محبتك، ادينا يا رب أن نحب كما أحببتنا، ادينا يا رب نحب ولا ننتظر عوضا، ادينا يا رب نحب من غير ما نفكر كتير، نبذل ونقدم ونتعب للي يستاهل واللي ممكن نظن انه ايه ما يستاهلش. نسأل على الناس اللي بيسألوا علينا واللي ما بيسألوش علينا، نكلم حلو الناس اللي بيكلمونا حلو واللي مش بيكلمونا حلو، مش مهم، لان انت رب علمتنا ان احنا نحب بالرغم من، مش علشان، بالرغم من ان هم متعبين ومش بيعاملونا كويس وبيتكلموا علينا وحش وكل الحاجات بقى التانية، ولكن احنا نقدم لهم محبة المسيح اللي في قلوبنا. من غير ما ناخد المحبة دي من ربنا مش هنقدر نقدمها. فيلا نصلي كل يوم في كل ساعة ونقول يا رب املأ قلوبنا من محبتك، ادينا يا رب نحبك ونحب الناس زي ما انت بتحبنا، ادينا يا رب ان قلوبنا تتملي من الحب غير المشروط ليعرف الجميع اننا تلاميذك ان كان لنا هذا الحب، لان ليك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.